علمت أني آكل نوع حلويات العيد ورائحة الهيل تفوح من فمي. طيب متزوجة، أنتظر وظيفة من العراق. كيف؟ رائحة الهيل عيد. تقول حلمت أني آكل نوع حلويات العيد ورائحة الهيل تفوح من فمي. ايوه متزوجة، أنتظر وظيفة. من المغرب دي. لا، من العراق. يعني بالنسبة للهيل وهذا هو يعتبر من مطيبات الطعام ومن مطيبات القهوة، فيبدو أنه عندك مناسبة قريبة جدا يأتي فيها ناس تحبينهم، يعني الناس اللي يحبونك واللي يحبون لك الخير يأتونك في هذه المناسبة، والله أعلم. فشو المناسبة أنت أدرى فيها عندما تحدث.